السلام عليكم، أنا محمد العامري، أرحب بكم من دورة أجواء دورة البائع المحترف. اليوم ختمنا دورة البائع المحترف في شركة ماي مارت. شارك في هذا البرنامج التدريبي مجموعة من الإخوة والأخوات المشاركين في موضوع المبيعات وكيفية آلية المبيعات. هذا البرنامج ركزنا فيه على تقنيات المبيعات الاحترافية، كيف تستطيع أن تبيع باحترافية. كان تركيزنا الكبير جدا على تعزيز قدرات الشباب على البيع باحترافية من خلال تدعيم ممارسات البيع. طبعا في هذا البرنامج استخدمنا نموذجين أساسية في مرحلة البيع. النموذج الأول بعد ما كونوا مجموعات تكلمنا عن نموذج اللي هو نموذج مخطط العمل. في هذا النموذج الشخص المشارك معنا على شكل مجموعات قاموا باختيار قيمة مقترحة اللي هي منتج معين يريدوا أن يبيعوه. مثلا هنا عندهم المنتج خلاط، هذا الخلاط يقوموا بعملية بيعه. هنا نتكلموا عن المنتج، بعد ذلك هنا ما هي شرائح العملاء اللي يقدم لهم، مثلا هنا يتكلم عن الفنادق، مطاعم، بيوت. بعد ذلك ما هي قنوات التسويق اللي راح يستخدموها لتسويق هذا المنتج، ما هي العلاقات مع العملاء اللي يدعموها. شركة ماي مارت تركز بشكل كبير جدا على موضوع الجودة، وذلك هي تركز على كيف نستطيع نبيع بشكل جيد، ما هي مصادر الإيرادات، ما هي الموارد الرئيسية المستخدمة في البيع، ثم ما هي الأنشطة الرئيسية، ثم ما هي الشركات الرئيسية، ثم هياكل التكاليف. بعد ذلك ورشة أخرى تعرفوا فيها على مخطط القيمة، كيف نستطيع نضع قيمة ونضع للمخطط أداء. فركزنا فيها على شكل الدائرة وشكل مربع. شكل الدائرة يرمز إلى متطلبات العميل، وفيه ما هي أعمال العميل، ما هي المكاسب، المتاعب اللي يشتكي منها العميل، ما هي المكاسب، ثم بعد ذلك هنا ما هي المنتج، ما هي مزيلات المتاعب، وما هي محققات المكاسب. البرنامج استمر 4 أيام، كل يوم كان عندنا مجموعة من البائعين عشان نغطي أكبر عدد من البائعين لعملية التعلم. يعني بمعنى كان كل يوم مجموعة جديدة، كل يوم المجموعة دي يتحدثوا عن منتج يقوم بإنتاجه. لو أخذنا جولة سريعة مع الأخ محمد، جولة سريعة على المعروضات اللي تشوفوها معايا، لتلاحظوا أن كل مجموعة أنتجت عبارة عن منتجات وتم عملية البيع. وطبعا تعرفنا فيها على نماذج الاتصال، تعرفنا فيها على كيفية التعامل مع العملاء، كيفية التواصل مع العملاء، كيفية المبيعات. الجميل في هذا البرنامج أنه كان في مشاركات جماعية من الزملاء، وكان عندنا نقاشات، وكما تلاحظوا هذه أركان العمل، وعندنا دعوة حقيقية للشباب لعملية التعلم والاستمرار في التعلم. كونوا معنا في هذا البرنامج، خلينا نتعرف على طريقة تطبيقه بشكل أكثر. شكرا لكم. طيب تجينا يا شيخ؟ بسم الله.